مجدد الترحيب بحضراتكم في البيت الكبير. فقرة الثلاث المميزة مع المميز دائما الناقد الكبير الناقد الرياضي عمر البنوبي، هنتكلم عليه أو معاه في ملفات كتيرة جدا أكيد تخص النادي الأهلي منتخبنا، وكمان أخبار عالمية كتيرة جدا. عمر بنرحب بيك، أهلا بيك. أهلا كابتن هاني، منورنا دايما. ده نور حضرتك ونور مشاهدي قناة الأهلي طبعا. بتشرفنا دايما عمر، بتكون فقرة مميزة والناس كتيرة جدا جدا بتستناها. النهاردة عندنا كذا ملف نتكلم عليه، أكيد هنبدأ بملف منتخبنا. منتخبنا كان اتمرن النهاردة في بيترو سبورت، خد طيارة خاصة وطلع على نيروبي استعدادا طبعا لمباراة كينيا في طبعا التصفيات المؤهلة للكاميرون 21. طبعا يعني منتخب اختتم تدريباته فعلا النهاردة الصبح في نفس يوم السفر، ووصل نيروبي من تقريبا ساعة تقريبا. رحلة ما كانتش برضو سهلة، لكن الطيارة الخاصة بتهون الأمور شوية. اعتقد ان احنا قدامنا فرصه كويسه جدا لحسم التاهل، وان احنا نحسم تاهلنا لامم افريقيا، لانه يعني انا شايف انه كمان كان من العيب ان منتخب مصر يتعثر في بدايه التصفيات، وخصوصا انه لعب على ارضه ولعب مع منتخب زي جزر القمر مع كينيا. ان انت تخسر نقطتين مع كل منتخب منهم، ما اعتقدش ان هي كانت يعني كانت بدايه مش موفقه قوي، لكن بعد كده اتصلحت النتائج ان انت قدرت تكسب توجو هنا وهناك. وفي وسط ظروف كانت صعبة جدا برضو، التوقف بتاع نوفمبر اللي فات ده يعني كان ظروفه صعبة بسبب الكورونا وإصابات في أكتر من لاعب في مستوى كل المنتخبات الأفريقية وكل المنتخبات العالمية كمان. يعني فترة التوقف الدولي اللي فاتت ما كانتش سهلة على كل المنتخبات، لكن في النهاية أنت قدرت تبقى على قمة المجموعة بتاعتك، وعندك المباراة بتاعت كينيا تقدر تحسم منها إن شاء الله التأهل. يمكن المعنويات كانت مرتفعة في تدريب المنتخب أهو، مشاركة محمد صلاح والمحترفين. اعتقد انه احمد حجازي كمان هينضم على نيروبي على طول ان شاء الله من هيوصل بكره ان شاء الله بالظبط. فاتمنى انه ان شاء الله نحسم المباراه، وانا شايف انه في مقدور منتخب مصر انه يحسمها. سعيد بفكره انه اخيرا محمد صلاح انضم للمعسكر بدون ما يكون في اي معوقات، ونتمنى ان كل اللعيبه كمان تكون في احسن حال، وانه ان شاء الله يعملوا مباراه تليق باسم منتخب مصر ومكانته الطبيعيه، انه من الطبيعي والبديهي ان هو يكون في امم افريقيا من بدري، وانه ان شاء الله يبقى موفق في البطوله وفي تصفيات كمان كاس عالم. صحيح، يمكن كمان الحاله المعنويه، شايفين صلاح ما شاء الله الحاله المعنويه جيده جدا، حاله محترفينا بشكل خاص كلهم بيأدوا بشكل اكتر من رائع، بالاخص طبعا النني. بنتكلم على صلاح رغم يعني تذبذب نتائج شويه ليفربول، لكن صلاح للشهر الثالث على التوالي في البريمير ليج بياخد لاعب الشهر، وزي ما شفنا في التدريبات الروح المعنويه عاليه جدا، وزي ما انت قلت عمر يعني يعتبر الموضوع محسوم. لكن منتخب كينيا كمان المباراه هناك في ظروفها معينه، وعندهم اكيد كينيا عندها كمان طموحات. النهارده اولونجو المهاجم الكيني بيقول لا احنا نازلين عشان نكسب منتخب مصر، ولسه عندنا امل وعندنا فرصه، وبالتالي المباراه على المستوى الفني بقى شايفها انت ازاي؟ لا انا شايف ان المباراه على المستوى الفني انه هي مباراه صعبه، لان انت رايح تلعبهم على ارضهم. هما برضو زي ما حضرتك قلت عندهم طموحات، عندهم مجموعه لعيبه فيهم عناصر كتير شابه، وعندهم كمان لعيبه بعض المحترفين مش كتير ومش بنفس طبعا مستوى لعيبه منتخب مصر بالتاكيد على المستوى الفني، ولا حتى لعيبتهم المحليين يقربوا من مستوى لعيبتنا حتى في الدوري ولعيبتنا اللي موجودين في نادي الاهلي والانديه الثانيه اللي موجوده في الدوري المحلي. لكن في النهايه ما بقاش في منتخب في افريقيا ضعيف، وانت تعثرت مره بالتعادل قدام كينيا وقدام جزر القمر، وده بيقول لك ان انت لازم تركز على كل ماتش انت تحسم تاخد 3 نقط بتوعك، تكسب المباراه سواء بره او جوه، علشان تدي برده دفعه معنويه لعيبتك. ده اولا، انت خلاص بتختتم التصفيات، باقي لك ماتشين جولتين، وبعد كده هيبقى عندك تصفيات كاس عالم، بعد كده عندك التحدي بتاع امم افريقيا في الكاميرون. اعتقد انه يعني قائمه منتخب كينيا مجموعه اللعيبه ما فيهاش تغيير كبير عن المباريات اللي فاتت، لكن هم برضو بيستعدوا بشكل جيد، عندهم حاله معنويه مرتفعه، بيفكروا في ان هم يعملوا مباراه كبيره قبل حتى ما يفكروا فكره ان هو هينتصر او حظوظه ايه في التاهل، لكن بالنسبه له فرصه انه هيلعب منتخب مصر. بالظبط، يعني فرصه هيلعب منتخب فيه لعيبه قيمتها التسويقيه ممكن تكون اعلى من قيمه منتخب كينيا بالكامل تسويقيا في اوروبا وعلى مستوى الكره العالميه، وبالتالي فرصه كمان ان في ناس كتير بتتفرج على مباريات منتخب مصر عشان تتابع لعيبه المنتخب المصري، وخصوصا اللعيبه المحترفين بره واللعيبه اللي موجودين في نادي الاهلي والانديه الكبيره. فبالتالي انا شايف انه لا، مباراه مش هتكون سهله، ما ينفعش تعمل مع مباراه على انها سهله. صحيح، وخصوصا لما اكون انا مع منتخب مصر اللي بقاله فتره النتائج مش احسن حاجه، ان انا يعني ما قدرتش احقق طموحات الجماهير الفترات اللي فاتت، فبالتالي انا محتاج ان انا لا اقدم عرض كويس وان انا اكسب. واعتقد
كل الظروف يعني دلوقتي مؤهله انك تقدم مباراه جيده على المستوى الفني على المستوى المعنوي.